نعم للمرأة، للمرأة قاسم مشترك بينها وبين هذا الفن التشكيلي، يتعلق الأمر بخلق الجمال وكذلك السمو بالروح وكذلك تهذيب الذوق. وللأنوثة والمرأة اختصاص ودور فعال، لأنه المرأة بصفة عامة هي الأم، هي الأخت، هي كل شيء، هي المربية، هي المجتمع، هي صورة الوطن. يعني دونك يعني خصنا نهتموا بها كفنانين تشكيليين، ونتمنى ان شاء الله وانا اشتغل في هذا المعرض، ويعني تلك الحادثه التي وقعت او لتلك الفتاه المرحومه اثرت فيها بزاف، وكذلك وضفت بعض المواضيع في هذا المعرض كتصب في هذا الحدث هذا. ونتمنى ان شاء الله باش الفنان جميع الفنانين يحاولوا يعالجوا مجموعه ديال المواضيع، خصوصا المراه، لان المراه هي الام ديال الجميع. اقوم بعرض مجموعه من اللوحات الفنيه مباشره على الهواء الطلق، ووضعت لهذا المعرض عنوان او تيمة حول المراه، وكذلك اقوم بورشات فنيه يستفيد منها مجموعه من شرائح المجتمع، كذلك اساهم في خلق رواج سياحي وتسويق المدينه وسياحيا وتنمويا في شتى الميادين، خصوصا هذه المدينة تحتاج إلى فضاءات ترفيهية ثقافية وتربوية. ما تنساوش تابونا في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.